محمود درويش يحرص على متابعة أعمال القدير رحمة الله عليه خالد تاجة ويصفه بأنتوني كوين العرب. نعم. مدى خسرة الدراما السورية برحيل هذا القامة الفنية خالد تاجة؟ رحمة الله عليه. الله يرحمه. كان حالة مختلفة الحقيقة، ودوره في الزير سالم كان الحارس بن عباد. كان اختراع الله يرحمه. كان يضيف هو للمشهد، يضيف في النصوص، في طريقة الأداء، في الحركة. يعني لا، ما كان يضيف، على الأقل خلال تعاملي معه. كان عنده الله يرحمه مشكلة بالحفظ، فبده يختصر ما يضيف. بالنص كان بيحب الاختصار، بس هو عشق دور الحارس بن عباد. حس في شيء من خالد تاجة بهذا الشمم وهذا الإباء وهذه الرجولة وتلك الفروسية، يعني هيك عشق الدور فتألق ألق. الله يرحمه، يعني غير شكل. نعم، رحمة الله عليه. أحس أنك تتحدث بحياد الأبرياء، أنت وأهلك ستدفعون الثمن يا أبو الراس. نحن أبرياء يا ابن عباد، والسيف الذي جرد قد قطع أيدينا، ولكن مع ذلك نحن مستعدون لدفع الثمن الذي نستطيع. ولكن يا ابن عباد، هل هناك من يذهب للقتل بلا سبب؟ أنا لا أدافع عن فعلة ابنك، ولكن ألا يتحمل كليب قسما من مسؤولية ما جرى؟ لقد بغى وتجبر فوق حدود الاحتمال. أهذا وقت ذكر أخطاء كليب؟ أنا كنت أول من اصطدم به وأنبه، ولكن لم تذهب بي المخيلة إلى هذا الحد، إلى حد أن تقتل ابن عم وملكا مقابل ناقة. وإذا كنتم أيها البكريون تقتلون ملكا وابن عم مقابل ناقة وترون ذلك مشروعا وعادلا، فبمنطق عدلكم ذاته، ما الذي يحق للتغليبيين أن يقتلوا مقابل رجل مثل كليب؟ أنت وأهلك ستدفعون الثمن يا ضرّة.